ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بعد ما استمتعنا طبعا مع النص الحلو، وكان طبعا باستضافة الدكتور التغذية، عرفنا منه المعلومات ازاي نعمل دايت واحنا مش عايزين نعمل دايت. في ناس بتعمل دايت من غير ما عارفه ان هي بتعمل دايت، يعني عندها سوء تغذية فهو بيعمل دايت يسميها بجهل، يعني مش عارف ان هو عامل كنترول على دايت، بس دايت مضر. دايت مضر. فاحنا النهارده عملنا كسرنا القاعده وعملنا صينيه لازانيا، عايزه واحد ياكل بنفسه. طب ما تيجي نغير يا رشا عشان انا بحب اللازانيا. خليك معلش هنا ومعلش انت مره ثانيه، مش مشكله احنا حبايب. لازانيا وتشيز كيك بالفراوله، شوربه العرق العسلي، صينيه سلطه النسواس. لو لاحظت يا رشا هنا السلطه دي فيها كل حاجه، هرم غذائي حلو جدا، فيها البروتين، فيها التونه، الفوسفور، فيها الطماطم، والحديد، فيها الخضره والحديد، كل حاجه. حلو، تحب تبلش باللازانيا ولا نبلش باللازانيا؟ نبلش باللازانيا. توبشيني يا توبشيني. طب يا شيف هي كانت ني، انت قلت لنا اللازانيا هي الفكره هنا ده مدرسه الشيف المغذي. اللازانيا بنشتريها باكت من الماركت عادي، في منها الخضره وفي منها البيضة معايا. دي خضره اللي هي معموله فيها الفليفر سبانخ شويه، هي واخدت طعمه السبانخ، بس انت لو دقتيها مش هيبقى فيها سبانخ ولا حاجه. هو لون يعني. حسب السعر يا نعم يا ابو حميد. ايوه عينيا، عايزين نشتغل بقى يا ابو حميد. الفرق بين اللازانيا الخضراء واللازانيا البيضاء، عجينه اللازانيا وعجينه المكرونه عباره عن دقيق وبيض ورشه ملح ورشه سكر. دي عجينه المكرونه بنعملها بالشكل ده. فاللازانيا ممكن نعملها في البيت على فكره. اللون الاخضر بيجي نتيجه ان احنا ناخد ورقتين سبانخ نسويهم على النار، نفرمهم جامد في الخلاط، بنخلطهم مع السائل اللي بنعجن بيه العجينه. يعني احنا ممكن نعمل مكرونه الخضراء دي في البيت يا شيخ؟ في البيت، اللي هي الشرايح، اللي هي الشرايح. ونقطعها ازاي؟ ونقطعها شكل مربعات او مستطيل، 2 في 3 او 3 في 4. لا اللي هي تبقى رفيعه كده دي عشان البرد، عشان انا مدمر. لا عشان البرد نشرب لا شوربه القرع العسلي. دي انا عايز نتكلم عنها، دي خطيره قوي على فكره. اللي هي شوربه اليقطين. اليقطين اللي هو القرع تبع الهالوين. الكبيره دي تبع الهالوين. تبع الهالوين ده الجميل ده. حلو، واللون بيطلع طبيعي، واللون بيطلع اللون البرتقالي الجميل اللي هو فاتح للشاي. نبلش باللازانيا. بناخد اللازانيا خضرة زي ما هي، بتيجي الواح كده او شرايح عشان نبقى عارفين شكلها، ونجيب بشاميل خفيف قوي، نعمل بشاميل اللي هو الوايت صوص غير البشاميل بتاع المكرونه بالبشاميل. ليه يا شيف؟ علشان البشاميل ده مع صوص بلونيز اللي هي اللحمه المفرومه المتعصجه مع بصله وتومه وصلصه طماطم مع شويه شوربه، كل ده مع بعضه هنحطه في الصينيه. الصينيه هتبقى مصيصه. يعني ايه مصيصه يا شيف؟ هي طبقات بس سايحه على بعضيها. احنا طلعنا الصينيه في الاخر هنا اهيت، ممكن ناخد بها سبق جري. زي الفل. شايفين؟ شايفين؟ انا استاذ احمد حبيبي، حته واحده، اساتذه المصورين حبايبي. يعني هذه ممكن نقطعها قطع ونحطها بالطبق تحافظ على طبعا. دي بعد ما تبرد قطعيها، خطيره جدا. معلش يا شيف، يعني هي لما اتعملت خفيفه كده ما تلزقش في الصينيه؟ ما احنا في الاول بنعمل ايه يا نهله؟ بنتهن الصينيه زبده ودقيق، وفي الاخر بنرش فيها رشه دقيق زي موضوع الكيكه، قالب الكيكه او بقسماط. اصل انا ساعات بتلزق مني في لا انت اعمليها زبده وسمنه تكون ماسكه نفسها شويه عشان تقدري توزعيها، وفي الاخر نحط دقيق او بقسماط. وفي الاخر يا رشا معاك، انا فاهم. عندي حاجه كده عايزه اقولها. انا عارف. انا في حاجه عايزه اقولها. اتفضلي. اتفضلي. ماشي انا سافر. يعني انت عايزيني واحد في نص الحلو، لازم يرضي كل الاطراف. طيب يا شيف اللي ترضي كل الاطراف، احكي على السلطه ولا على التشيز؟ اللي بدك اياه. اللي بدك اياه. النسواز سلطه. دي سلطه انا شخصيا بحبها، ممكن نعملها بالانشوجه او بالتونه، فيها طماطم فيها بيض. رشا دلوقتي بالاصابع الذهبيه هتحط الصلصه على سلطه النسواز. اصابعك ذهبيه؟ اصابع الذهبيه سحريه. مين اصابع السحريه؟ ده معمول من ايه الصوص ده؟ الصوص ده معمول من زيت الزيتون مع عصير حامض مع رشه ملح مع فلفل اسود، فص توم ني. الحامض ده اللي هو الليمون يا شيف صح؟ الحامض اللي هو عصير الليمون. انا بحكي علشان رشا هي اللي معايا. لا قارس برضه اللي بتفرج علينا. اسمه قارس يا شيف. يا نعم. قارس. فارس. فارس. قارس. 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 قارس بالتونسي يعني عصير ليمون. قارس. قارس. قارس يعيش، ما تقولش فارس، ما تفرسناش. طيب. نيجي الموضوع اللي تشيز كيك ازاي تعمليه في البيت بطريقه بسيطه وسهله. هنعمل العجينه بتاعت التشيز كيك اللي هي في الاطراف دي، احنا شايفينها مع بعض اهيت. اساتذتنا المصورين اللي هو التشيز كيك القالب اللي هو قالب الطرد. حلو اهو عينيا. حاضر يا باشا. هو عيدك. انت طالع انت عامله تخين يعني. ما هو ليه؟ لان ده بسكويت. ما هوش كيك. اوكي. فلازم يتعمل بالحجم ده، نص سم داير ما يدور. لما نغرفه لازم يتغرف بارد. يعني التشيز كيك ده الطبقه اللي بتلمع ديت عباره عن جيلاتين مع سكر مع فانيليا عشان اغلف بيها او اتوج بيها الفراوله من على الوش.
حلو. الجبنه او الحشوه عباره عن جبنه كريمي موجوده في الماركت باسعار مختلفه، نجيب نوعيه متوسطه السعر بنخلط عليها شويه فانيليا، شويه كريمه لباني، بشره ليمون، عصره ليمون، وبنحط فيها قطع فراوله. في قطع الفراوله فينا نسويها مع قرفه ناعمه وسكر ونحطها في قلب الخلطه الجميله، ونملى العجينه بتاعتنا ونملى القالب بتاعنا ونزينه بالفراوله، وفي الاخر بنحط طبق جيلاتين. ايه الفرق يا شيف بين ده والتارت؟ سؤال في الرايه عجبتني دي في الاخر بتدعبس هي بالصبح. طب ايه الفرق بين التارت وال طيب التارت عباره عن عجينه التارت مقاديرها هنقولها لحضراتكم عباره عن 2 كوب دقيق معاهم بيضه، بشرة ليمون، نص كوب زبدة أو سمنة. بنعجن العجينة بتكون يابسة شوية أو ناشفة شوية، بنفردها بعزم شوية غير عجينة البيتزا فبتكون قوية شوية. بنفرد على شكل القالب ونحطه طبعا في قلب القالب، ونحط القالب في الفرن، بس بنحط في النص ورقة فويل أو طبق ونحط شوية بقوليات عشان العجينة ما تطلعش فوق أو بنخرمها. يعني مقادير التارت هي مقادير التشيز كيك؟ لا ده موضوع مختلف يا نهلة كده، احنا ده موضوع تاني خالص. الأهم شيء بالتارت اللي هو بتقولوا يفروت عجينة التارت، يعني التارت تكون عجينة بسكوتة. احنا بنعمل بسكوتة من الآخر، بسكوتة سادة فيها طعمة الليمون شوية. طب عايز اتكلم على حاجة، اتفضلي. في ناس في الفراولة، بس في عالم بتعمل الفراولة مع السكر ومش عارف شو، بتعمل منها نوع من القطر او الشراب. مظبوط، اللي هو شربات الفراولة تتحط مع سوفليه الفراولة. الفراولة اللي بتقول عليها رشا، ازاي نعمل صوص فراولة مع سوفليه الفراولة؟ بالظبط، هو السوفليه، سوفليه الشوكلت او كده. نعمل السوفليه ازاي؟ بنجيب بياض البيض نعمله مارينج، بياض بيض، سكر بودر، نشا، بنخلطهم في خلاط جامد بيطلع عندي قوام كده فوم جميل جدا. المارينج قبل ما ينشف. المارينج قبل ما ينشف بنخليه على جنب. نجيب الفراوله نضربها في الخلاط، او نجيب مربى فراوله، معلقتين دقيق، معلقتين زبده، بنعمل خلطه جميله بالفراوله بالدقيق والزبده، بيبقى زي الوايت صوص بلون الفراوله فيها قطع فراوله. نجيب الخليط ده، على الخليط ده بمعلقه خشبيه، ونقلبهم بسرعه قبل ما نفقد الهواء اللي موجود في المارينج، ونجيب قالب نتهنه زبده ودقيق او سكر بودر، ونحط فيه الخليط ده، بنحطه في درجه حراره فرن 180 لمده 8 دقائق او 10 دقائق، بيطلع مارينج عالي كده سخن. ده من الحلويات الشتويه اللي بتدينا طاقه وبتدفينا. في الاخر بناكله مع صوص فراوله عباره عن قرفه ناعمه مع سكر بني وفراوله مطحونه في الخلاط، والقوام بيكون معلقتين من النشا عشان يديني قوام مربى الفراوله. طيب ننتقل للشوربه ولا ننتقل للشوربه؟ الشوربه دي مهمه جدا، بهديها لكل مشاهدين قناه دريم، القناه الام في الوطن العربي. شوربه العرق العسلي انا بنصح بيها الشيف المغازي، وخاصه في ايام الشتاء، وخاصه كبار السن، لان الشوربه ديت لها قيمه غذائيه عاليه جدا، وده عرفته نتيجه ابحاث علميه، فاحنا بنجهله شويه. بنشرب شوربه شعريه، شوربه المكرونه، شوربه خضار، اما شوربه قرع عسل دي جديده في المطبخ. طب عندك شوربه لسان عصفور؟ لسان العصفور طبعا لازم نقطعه ونعمله شوربه. اقول لك طيب هناخد القرع العسل نشويه في الفرن او نسلوه كده بسرعه مع بصل وكرفس مع فص ثوم لغايه لما يتهري. لازم نسلوه، لازم يتسلق كله مع بعضه. والتست هنا بيكون او الطعم بيكون عباره عن ملح وفلفل وجنزبيل. كله ده بيتخلط مع بعض وبنضربه في الخلاط، بيبقى قوام الشوربه زي ما حضراتكم شايفين كده، هنشوفه مع بعض اهو. يعني لازم بعد الطبخ نعمل بالخلاط. لازم بالخلاط، لازم تطلع القوام. اسمها ايه الشوربه دي يا شيخ؟ دي شوربه القرع العسلي او شوربه اليقطين. معلش يا شيخ، عايز اسالك على حاجه. اتفضلي. شوربه القرع العسلي او اليقطين. القرع العسلي. طب اشمعنى القرع العسلي بنحط له جنزبيل؟ يعني عمرك ما قلت لنا فكره الجنزبيل في الشوربه زي الكرفس ملك الشوربه اساتذتنا، علشان الجنزبيل بيدي طاقه وبيدي برستيج وعزم وقوه لطبق الشوربه. زي البوكيه جرنيه كده اللي بنسلق فيه الخضره بتاعتنا، اللي بنسلق فيه الدجاج او اللحمه. بيكون كرفس وجزر وبصل وتوم، من غير الكرفس بيبقى العزم قليل شويه. زي انت بتكوني خارجه كده وتلبسي طقم كله على بعضه، وتتوجي الطقم ده باي مثلا اي حاجه تحطها اكسسوارات جميله جدا. فوجود الجنزبيل في طبق الشوربه بيعلي من القيمه بتاعته. هو كمان بنتكلم بلغه نص الحلو. يعني انا شايف القرع دايما بيجي معاه الزنجبيل حتى بالمربى. بالمربى يعني بيعمل مربى من القرع بيحطوا كمان زنجبيل. الجنزبيل ده طاقه لوحده، هو والبصل. بصل وتوم وجنزبيل يا رشا، الثلاثي المرح ده بيفكرنا بالثلاثي المرح بتاع استاذنا ربنا يديله الصحه استاذ سمير غانم. والاستاذ ثلاثي اضواء المسرح. ثلاثي اضواء المسرح. فثلاثي اضواء الاكل، جنزبيل وتوم وبصل. عجبكم كده؟ مش هننساها بعد كده خالص. شيف بيعمل بيحكي قصص عشان طبعا ده لازم. ما انا اقول لحضراتكم يعلمنا لما بقول المطبخ بالبساطه والسهوله والمرونه،
ان انا ازاي استدرج المعلومه واسهل المعلومه اوصلها للمشاهد. توم ست البيت تفتكر ثلاثي اضواء المسرح الاكله اللي فيها توم وبصل وجنزبيل فعلا هي دمها خفيف ودمها حلو، هتبدا تستخدمهم الثلاثه. حلو. لما بقول الكرفس ملك الشوربه، هي بتعمل شوربه ناقصها الملك الكرفس، والغابه من غير ملك سايبه على بعضيها، فهنحط لها الكرفس عشان تبقى قويه. طيب في شيء بدنا نحكي عن السلطه؟ السلطه ماشي، عجبك السلطه قوي يا رشا، شكلها حلو.